قالت وسائل إعلام عبرية إن 4 مستوطنين أصيبوا بجراح ما بين الخطرة والمتوسطة في عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني في مستوطنة كريات 4 المقامة على أراضي الخليل. وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن قوات الاحتلال قتلت الشاب منفذ العملية دون وجود تأكيدات رسمية حتى الآن. ويجري وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس جلسة تقييم للأوضاع الأمنية بمشاركة رئيس الأركان ورئيس جهاز الشباك في أعقاب عملية إطلاق النار في الخليل. وين طخ على العربي الحمار؟ طخ يسعد الدين وطخ يجيب كامل طخ. راك عملية. عملية عملية. للتفاصيل أكثر من رام الله ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي فادي العصا. فادي، دعنا نفهم منك ما جرى تحديدا، خاصة من ناحية النتائج، استشهاد المنفذ والإصابات الأخرى من فضلك. ديما لغاية اللحظة من يحصل أو من يعرف المعلومة هي المصادر العبرية فقط، كون المنطقة أصبحت عسكرية مغلقة بحكم تواجد جيش الاحتلال الذي قال أنه أصيب 4 مستوطنين وأحدهم قد قتل نتيجة عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني. هناك مصادر فلسطينية أو عبرية متضاربة تتحدث عن استشهاد، وهما يعني المصادر العبرية تقول أنها تم تحييد المنفذ، وهو مصطلح يستخدم عندما يتم إطلاق الرصاص على فلسطيني حتى أنه لا يتحرك، لدرجة أنه يمكن أن يكون قد استشهد. ولغاية اللحظة المصادر الفلسطينية لم تؤكد أو تنفي خبر الاستشهاد، ولكن ما بلغها أن هناك إصابة لشاب فلسطيني وأربع إصابات للمستوطنين، أحدهم كان قتيلا أو أعلن عنه أنه قتل نتيجة عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطيني على حاجز عند مدخل مستوطنة كريات 4 المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة الشرقية من محافظة الخليل. هذه الحصيلة، جاء هذا الهجوم يمكن الذي نفذه هذا الفلسطيني بعد اعتداءات طبعا كانت نفذت من قبل المستوطنين اليوم على قاطفي الزيتون في المنطقة القريبة من البلدة القديمة من مدينة الخليل، الأكثر اكتظاظا بالمستوطنين. وبعد عملية إطلاق النار هناك هجمات أيضا نفذها المستوطنون، أطلقوا النار قبل قليل على منازل المواطنين الفلسطينيين في حارة جابر في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل، وأيضا اعتداءات وهجمات من قبل المستوطنين في المنطقة الجنوبية الشرقية من بيت لحم، وأيضا من الجنوبية من محافظة نابلس بعد عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطيني في مستوطنة كريات 4 عند مدينة الخليل. سبق ذلك كما ذكرنا اعتداءات من قبل المستوطنين وعربدات كما يصفها الفلسطينيون اليوم، خاصة مع حماية جيش الاحتلال الذي تواجد اليوم لحماية المستوطنين الذين كانوا نفذوا هجمات على الفلسطينيين في قلب البلدة القديمة في مدينة الخليل. الوضع ما زال متوترا، خاصة أن هناك تواجد عسكري كبير في المكان، وجيش الاحتلال يقول أنه هناك احتمال أن يكون هناك منفذ آخر انسحب من المكان. هذه المعلومات لغاية اللحظة غير دقيقة. الفيديو الذي استطاع الفلسطينيون تصويره والذي خرج قبل قليل على الشاشة يظهر أن العملية إطلاق النار التي حدثت من الفلسطيني على الأغلب تبعها حارس أمن إسرائيلي كما تقول المصادر العبرية، أطلق النار على المنفذ الفلسطيني ومن ثم قام بدهسه، وكان هناك إصابات، إحدى الإصابات وصفت بأنها حرجة، أعلن عن قتلها من قبل الإعلام العبري أنها قتلت، يعني كان لا أحد المستوطنين في هذا الموقع. لغاية اللحظة فلسطينيا أيضا الإعلانات الرسمية هي من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني الذي قال إن مركبة إسعاف استدعيت إلى المكان وتم إطلاق الرصاص عليها، ما أدى إلى إصابة أحد المسعفين برصاصة في الكتف ونقل إلى أحد المستشفيات القريبة في مدينة الخليل لتلقي العلاج. الوضع جدا متوتر في منطقة الخليل، خاصة أن هناك الفلسطينيون يقولون أن هناك احتمال أن ينفذ المستوطنون هجمات بعد سماع إطلاق نار على منازلهم من قبل المستوطنين، وكذلك أيضا مع تواجد جيش الاحتلال في هذا الموقع، وخاصة أن الخليل أصلا هي يعني تواجد المستوطنين فيها متداخل مع المواطنين الفلسطينيين ويحتلون قلب البلدة القديمة في مدينة الخليل، ويتواجد وتواجد عسكري كبير في هذه المنطقة.
فادي طبعا هو اكيد ان الوقت ما زال مبكرا للحصول على تفاصيل اكثر بخصوص هذه العمليه، ولكن هل لي ان اسالك ان كانت هناك اي معلومات تفيد بالجهه التي قد تكون او الفصيل الذي قد يكون وراء هذه العمليه، ان كانت هناك اي معلومات بهذا الخصوص او على الاقل الفصيل الذي ينشط في هذه المنطقه بالتحديد؟ بدر، الامر فلسطينيا في الاونه الاخيره لم يعد ياخذ منحى قضيه الفصائل. أنت تعلم تماما أن الأمور أخذت منحى هجمات فردية من قبل فلسطينيين مقاومين، يعني أكثر الأمور تنظيما كانت هي فرقة عرين الأسود التي أعلنت عن تنظيمها في قلب مدينة نابلس، وإلا باقي الهجمات التي كان ينفذها الفلسطينيون هي هجمات فردية. الفصائل الفلسطينية كانت تتبنى ذلك أكثر خلال السنوات الماضية فترة الانتفاضة الثانية، ولكن الأمور هي أقرب لهجمات فردية. هناك اسم متداول لغاية اللحظة لم نستطع أن نتأكد منه بأن هذا يعني عن شخصية هذا المنفذ الذي على الأغلب أنه استشهد، ولكن لغاية اللحظة لا يوجد مصدر رسمي فلسطيني كوننا نحن الآن متواجدون في مناطق الفلسطينية يؤكد استشهاده. وبطبيعة الحال بدر نحن نتحدث أيضا عن مصادر عبرية بحتة في هذا السياق. الفلسطينيون يتجهون نحو العمليات الفردية ردا على هجمات، يعني كنت قد ذكرت لك بأنه أصلا منذ ساعات الصباح اليوم والفلسطينيون في منطقة الخليل تعرضون لابتزاز كبير من قبل المستوطنين، هناك هجمات عليهم وكانت واضحة من خلال ما نفذه المستوطنون في مناطق مختلفة، وأيضا يقومون بالعربدة وهو مصطلح يستخدمه الفلسطينيون في هجمات المستوطنين عليهم، وهذا واضح أصلا بعد العملية التي تمت هذه الليلة. هناك هجمات أيضا من قبل المستوطنين، حتى إطلاق نار قبل قليل يصلنا بدر على منازل الفلسطينيين من قبل المستوطنين في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل. من المبكر أن نتحدث أكثر عن تفاصيل حتى لأن هذه العملية ما زالت يعني قرابة الساعة ونصف تقريبا لها، ننتظر الساعات المقبلة ما الذي سحمله، ولكن واضح أن هناك تصعيد من قبل المستوطنين بهجمات على الفلسطينيين في المناطق المختلفة، لم يقتصر فقط في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. شكرا جزيلا لك فادي العصام مراسل التلفزيون العربي من رام الله.